بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكل حضراتكم. صديقه ليا بتشتغل مدربه ايروبكس، انا الحقيقه ما كنتش اعرفها خالص، كنت بشوفها في الجيم بتتدرب وكنت فاكراها اجنبيه من شكلها ومن طريقه تدريبها، بتتكلمش عربي في التدريب خالص، كله بالانجليزي، بتسمع اغاني انجليزي او الناس يعني بيلعبوا على اغاني انجليزي، تستخدم مفردات انجليزي تحمس بيها الناس، بيقف وراها رجاله وستات بتدربهم بحماس شديد جدا، ممكن الكلاس كله يموت وراها من التعب وهي تخلص التدريب ده تدخل على اللي بعده باللي بعده واللي بعده. معروفه بانها هي بتعمل اصعب التمرينات في الجيم، وانا طبعا يعني ماليش دعوه، انا كنت يا دوب يعني بروح امشي على المشايه تاتا تاتا كده واتفرج عليها من بعيد وخلاص، لغايه اما هي جت لي في يوم وقالت لي انا بحبك وبتفرج عليكي وبتاع. فانا حتى ساعتها استغربت وقلت لها ايه ده، هو انت اصلا مصريه؟ ده انا فاكراكي خواجايه. المهم ان هي حكت لي قصتها، انها كانت تخينه وكانت موظفه في بنك وكانت بتيجي تتدرب لغايه اما خست واتقنت التدريب وخدت فيه شهادات كبيره جدا وبقت من اهم مدربات الجيم عندنا في مصر. بقينا اصحاب بعد كده وجبتها معايا في حلقه من حلقات حياتنا، حكيت لي تجربتها وهي على الفيسبوك، يعني بشوفها على طول بتنزل صور ليها وهي بتدرب وكده، والتدريب ده بقى كل حياتها. من يومين بالظبط لقيتها بعت لي رساله بيني وبينها كده بتقول ان هي حلمت بيا، والحقيقه انه كان حلم فيه شفافيه رهيبه بحاجه تخصني انا، هي ما تعرفش عني اي حاجه. وقالت لي والله انا كنت قاريه البقره كلها قبل ما انام ونايمه على وضوء. المهم الكلام جاب بعضه، فقالت لي في معرض الكلام كده اصل انا الشيخ بتاعي قال لي كذا. فقلت لها يعني ايه الشيخ بتاعك؟ قالت لي الشيخ اللي بيتابعني في الاوراد وفي قراءه القران الكريم وكده. ها اتكلمنا، فهمت من الكلام ان هم عائله متدينه بسم الله ما شاء الله ملتزمين، امها الله يرحمها كانت سيده صالحه، عندها من القصص اللي حكتها لي اللي هو يعني يقشعر لها الابدان، واللي انا ما اقدرش يعني اقولها لانها حاجات في منتهى الخصوصيه وما يحبوش يتباهوا بيها، لكنها بتحمل طابع ايماني عالي جدا. انا بحكي القصه دي ليه باختصار لحضراتكم؟ عشان الناس اللي بتحكم على البشر من مظهرهم بس، وهي من مظهرها ممكن الناس يصنفوها تصنيف بعيد تماما عن شخصيتها الحقيقية ويحطوها في مصاف الناس اللي حرام ده احنا محتاجين ندعي لهم بالهداية، لانهم بالشكل العام الخارجي كده يعني محتاجين الهداية اللي احنا ما نعرفش غيرها، الهداية شكلا، اما المضمون فمحدش يعرفه ولا مطلع عليه غير ربنا سبحانه وتعالى، وهما ممكن يبقوا يعني احسن من اي حد شكلا احنا شايفينه كامل من مجاميعه وبنقول فيه درر. والناس للاسف ما عندهمش مقياس في الحياه يقيسوا بيه هل دي ست فاضله ولا غير فاضله، غير من مقياس اللبس بس، من طريقه لبسها بس. والموضوع بقى ماسخ قوي يا جماعه لدرجه سيئه الحقيقه، يعني بقى ماسخ. يعني انا شخصيا بقعد اسمع كلام من العينه دي كتير، لو واقفه في صوره متصوره معايا واحده مش محجبه يسيبوا كل اللي في الصوره ويمسكوا فيها وما يعرفوهاش، بس الاقي تعليقات غريبه من عينه ايه الناس اللي انت واقفه معاهم دول، ربنا يهديهم يا دعاء، هم فين وانت فين؟ في حين انه اللي بيكتب كده هو اللي محتاج الدعاء ده. والله ربنا يهديكم ياللي شاغلكم شكل الناس عن التركيز في حياتكم وفي نفسكم وفي قربكم وعدم قربكم من رب العالمين، ده مقياس غلط يعني. واتمنى ان الناس تنشغل بنفسها اكتر ما بتنشغل بمين لابسه ايه، لانه ده اكبر خداع في التاريخ، الظاهر ليكم اللي بتبنوا عليه معتقداتكم مش دايما هو الصح. وما تحكمش على حد خالص من غير ما تعرفه، عشان غالبا الحكم بيكون غير صحيح بالمره. ازيك يا فضيله الشيخ؟ فضيله الشيخ اشرف الفيل، اهلا بحضرتك معانا. والحقيقه النهارده احنا الايه القرانيه الايه 58 من سوره الاعراف بتتكلم بقى عن ايه؟ يعني انا حسيتها ليها علاقه شويه بالموضوع ده. والبلد الطيب يخرج من نباته باذن ربه والذي خبث لا يخرج الا نكدا كذلك نصرف الايات لقوم يشكرون. معناها ايه الايه دي فضلت؟ الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه واله واصحابه وسلم اجمعين. وبعد بس اسمحي لي قبل ما ادخل في الايه اعلق بس على جزئيه المقدمه بتاعت حضرتك. ربنا قال ايه في القران عجيبه قوي، قال يا بني ادم قد انزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. القرآن الكريم عبر على الخير في لباس التقوى. قال ولباس التقوى ذلك خير. لباس التقوى ده اللي هو لباس القلوب، اللي هو حجاب القلب، ان القلب يبقى فيه التقوى.
فمش المهم ان الله لا ينظر الى صوركم. يعني لباس التقوى ده مش اللباس اللي من بره؟ لا 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 ده اللباس اللي من بره انزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم اللي هو دار العوره اللي هو العادي، وريشا اللي هو لباس الزينه ان حد يلبس حاجه تبقى شكله حلو. دي حاجه. جميل. انما القران مش كلام في الحته دي، بيقول بقى شو بياكد عليه، بيقول بقى ولباس التقوى ذلك خير. الله. لباس التقوى بقى اللي هو، عشان كده دايما احنا نقول ان الست المحجبه مش هي محجبه في راسها، محجبه في قلبها، قلبها هو اللي محجب، هو اللي محاط بالكلام ده. جميل. الست اللي لابسه قلبها هو اللي مستور. فعشان كده كان المهم اشغال قلوب المراه، ان انت تشغل قلب المراه مش تشغل عقلها ولا تشغل دماغها، تشغل قلبها. فانشغال القلب هو المهم. فالقران قال لهم لا، خليكم عارفين ان لباس التقوى ذلك خير، ذلك من ايات الله، هو ده الاصل. ما دي ايه من ايات ربنا انت تحكي فيه ده، واحده انت بتقول الشكل بيقول بيقرا كلام والباطن يقرا كلام تاني. عشان القرآن بأكد ان احنا ملناش علاقة بالشكل، احنا لنا علاقة بالقلب من الداخل، ولباس التقوى ذلك. انا عايز بس اثمن على جزئية كلام حضرتك فيما يخص، بجيب الآية بس لما انت بتحكيها. جميل جميل. لباس التقوى دي حضرتك شرحتها، لانه احنا متخيلين انه لباس التقوى اللي هو اللباس الخارجي. لا، ده لباس القلب بقى نفسه. جميل. ان القلب نفسه يبقى ممتلئ بالإيمان وبالعقيدة وبالكذا. ولذلك ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسامكم، ولكن ينظر الى قلوبكم. فمحل نظر الله من العبد هو القلب. قلبه بقى فيه ايه مش قصتنا، هو لابس ايه، عامل ايه، مسوي، المهم القلب من جوه فيه هكذا ينظر اليه. نرجع بقى للمثل الرائع بتاع النهارده اللي ربنا بيذكره في سوره الاعراف في الايه 58. ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم على نوعيات قلوب البشر، نوعيات قلوب البشر، فبيقول ان نوعيات قلوب البشر ديك ثلاث انواع زي نوعيات الارض. ما هو البلد يعني الارض، البلد الطيب يخرج نباته، يعني الارض بتاع البلد، مش البلد نفسها اللي هي الناس بالكذا، لا، وبتكلم على الارض نفسها. فالاراضي لها ثلاثه انواع، والقلوب لها ثلاثه انواع. فالاراضي لها في نوع من الارض اسمها الارض النقيه، اول ما تيجي عليها المطر تروح مطلع لك زرع جميل وزي الفل. الارض ديك لا بتخزن الميه فيها خلاص، يعني بتشرب الميه، لا بتخزنها ولا بتمنع ان هي تاخدها. نوع تاني من الارض ما بيطلعش نبات، بس أرض صلبة. أيوة. بتاخد المية تحبسها عندها فتعملها بحيرة أو تعملها نهر أو تعملها بحر. لما الناس تحتاج لها في أي يوم من الأيام تروح تشرب منها. فالأرض ديك مش فاسدة، لا هي نافعة لكنها بتحافظ عليها. في أرض تالتة بقى، لا هي بتنبت الكلأ ده ولا هي بتشرب المية دي. ولا هي بتحفظ المية، بتقعد تشربها تبلعها بربع فيها تنزل لتحت وما تطلعناش أي حاجة. كذلك قلوب الناس الثلاثة، واحد ياخد الدين والشرع والعلم ويبلغه للناس فينفع وينتفع به الآخرون. واحد تاني ياخد العلم ده هو ويحفظه، ما يعملش هو بيه، هو ما ينتفعش بيه، هو يحفظه بس لكن يبلغه للناس فينتفع به الناس وهو لا ينتفع به. زي الأرض ما بيعملش بالعلم، ما بيعملش بالعلم، ده نوع من الناس. النوع الثالث لا بيستقبل ولا بيرسل، هو السلبي، لا ياخد علم الدين ولا علم الدنيا حتى، ولا يبلغ علوم الدنيا ولا علوم الدين. فده لا بيرسل ولا بيستقبل. الآية بقى بتقول كده، بتقول والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. ليه بقى البلد الطيب؟ لأن دي أرض نافعة، واخد النوع الأول والتاني. واخد النوع الأول اللي هي تاخد تشرب المية وتطلع لك أشجار وثمار وأنهار، والنوع التاني اللي هي بتشرب المية مش بتشربها، بتتجمد فتحافظ لك على المية عشان خاطر انت تاخدها في وقت من الأوقات لما تبقى تحتاج لها. والذي خبث اللي هو لا بياخد ولا بيدي، ده يعني يقعد يسمع كلام كتير وكلام حاجات ويقول كلام كتير ومفيش منه مفيد. والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات. هو ده الأصل في تعبير القرآن الكريم. فالمثل بيعمل ده. النبي قال مثل زيه كده، قال مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس، وكان منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. الله، جميل يا فضلة الشيخ. طيب أخذ معايا أول اتصال، معايا مين؟ أسماء. ألو. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ألو. أهلا يا أسماء، ازيك؟ اتفضلي. أيوة، ازي حضرتك؟ الحمد لله. اتفضلي سؤال. الحمد لله. أنا من الصعيد بس جاية عند أختي دلوقتي. أيوة. طيب.
فادي التلفزيون. ممكن اسال سيدة الشيخ سؤال؟ اسالي سؤالك. انا كنت مستلفه مبلغ من خالي. ايوه. وما كانش معايا سده يعني. ودلوقتي هو توفى. ايوه. ومش عارفه اعمل ايه انا. عنده ورثه؟ مع بنته وزوجته. وهم عارفين ولا ما يعرفوش؟ لا ما يعرفوش هم. ومعاكي تسدي المبلغ؟ لا والله. ما هو اللي هو اللي تعبني ده يعني. طيب وهو كان بيطالبك بيه ولا قال لك انا مسامح ولا ايه؟ لا ما قاليش مسامح، قلت له لما يبقى معايا اديهم لك. طيب عايز اي سؤال يا فضيله الشيخ؟ طيب شكرا ليك يا اسماء. هدى، ناخد هدى طيب ونرد على اسماء وهدى. اتفضل. عليكم السلام ورحمه الله. ربنا يجازيكوا كل خير يا رب على البرنامج الجميل بتاعكوا ده. شكرا يا هدى، اتفضل. اول سؤال عايز اسال فضيله الشيخ، لما الواحد بيقرا القران في مثلا صلاه القيام بالليل اللي بياخد الثواب زي ثواب ما يقراها غير الصلاه ولا لا؟ ده اول سؤال. يعني قراءة القرآن بالليل حضرتك بتسألي ثوابها زي ثواب قيام الليل؟ في الصلاة يعني، في الصلاة يعني الوحدة. أنا ما بكون بصلي بقيام الليل بقرا في يعني الثواب بتاعها زي ما الواحد يكون من ما بيقراش ما هوش في الصلاة أو طيب. لا؟ طيب ده أول سؤال. ماشي. تاني سؤال، أنا يعني نفسي أخرج عمرة بس مش عارفة أكمل الفلوس، عندي يعني ارباح من فلوس في البنك، ممكن اكمل منها ولا ما ينفعش؟ طيب ماشي. ثالث سؤال بقى معلش، هو ده المهم جدا. انا عندي والله العظيم واحده يعني صديقه يعني مش قادره اقول لك، ما بتعملش اي حاجه تغضب ربنا. ايوه. صيام وصلاه وبتعمل كل حاجه يعني، وبتحب الفقراء جدا وبتعطف على كل حاجه، بس هي مشكله عندها انها اهلها جوزوها وهي صغيره غصب عنها واحد كبير في السن. وهي عاشت معاه بما يرضي الله، ما عملتش اي حاجه غلط لغايه ما هو خلفت منه، وهي يعني جوزها توفى. هي بتقول لي، هي ما فضفضتش لحد اللي ليا، بتقول لي انا نفسي اسال حد بس مكسوفه. بتقول لي انا دلوقتي عايشه في خيال ان انا لسه بتجوز وعروسه جديده. وان انا بحب عريسي، وان انا مثلا وبتتخيل كل حاجه عن بين الزوج والزوجه. وبتقول لي كل ما توب ارجع تاني الحكايه دي، ما اعرفش انام لما اتخيل كل الحاجات دي. هي عندها كام سنه؟ هي عندها يعني فوق الـ40. صغيره. فهي بتقول صغيرة. عايزه تعرف طيب يعني بيضيع ثوابها اللي هي بتعمله ولا شكرا ليك يا مدام هدى، شكرا لحضرتك. طيب اسماء، مستلفه مبلغ من خالها وما رجعتوش، لازم يرجع للورثه، يعني ترجع للورثه الشرعيين بتوعه وتقول لهم ان انا عليا مبلغ لي، مبلغ قدره كذا كذا كذا، وهذا الكلام يكتب فتسدده هي او يسدده من بعدها، لكن ده دين لابد ان يسدد. يعني ترجع لهم تقول لهم انا عليا بس مش قادره اسدده. مش قادره اسدده. طيب هل الورثه ليهم الحق ان هم لهم الحق، ما هو انتقلت ان هم يمسامحوا فيه؟ انتقلت الملكيه ليهم خلاص، فكده ممكن تيجي مرات خالها تقول لها لا خلاص انا مسامحاكي، ممكن بنت خالها تقول لها خلاص انا مسامحاكي. ما سامحوهاش يبقى لازم تاخدي، لازم الفلوس ياخدوها يوما ما، هذا دين لابد ان يسدد. وبالذات ان الراجل كان بيطالبها بيه وهي كانت لا مش بيطالبها، بس هو مش يعني قال لها لما تجي لك الفلوس هاتيها، لكن ما سامحهاش. ما سامحش فيها. ما قالهاش خلاص يعني. لا واضح ان هي كانت كل شويه تقول له لما يجي لي، يعني كان في كلام عن الموضوع. قد يكون يعني. طيب لا، لما نقرا القران في الصلاه هل ثوابه مختلف عن قراءته لوحده؟ لا مش مختلف ولا حاجه، هو نفس القران اللي بنقراه لوحدنا زي بنقراه في الصلاه، بس ان احنا لما بنقراه في الصلاه بناخد الاجر اكبر، لان بتبقى احنا بنقراه يبقى في صلاه وقراءه قران. تمام؟ يعني لو قعدت لوحدها تمسك المصحف وتقراه بدون صلاه اخذت اجر قراءه القران، طب لو قرات نفس القران ده وهي في الصلاه تاخد نفس اجر قراءه القران ويضاف عليه اجر الصلاه. تمام.
عايزه تطلع عمره وتاخد تاخد الارباح، تاخد فلوس الارباح اللي عندها وتضيف على فلوسها وتكمل وتطلع العمره، لا حرج ان شاء الله. طيب السيده اللي فوق الأربعين اللي زوجها توفى، يعني دي انصحها ان تتزوج، يعني لا تنتظر، ما تلومش نفسها. لا ما تلومش نفسها في حاجه، والمفروض ان تاخد قرارها. وانا عايز ده يبقى كلام واضح لكل السيدات، مساله عاديه خالص، مساله الزواج دي مساله عاديه، ومساله الطلاق عاديه، يعني موضوع عادي. انا عايز نفسي المجتمع مش يفهم عيبة ده، مش عيبه عادي خالص، مش يعني عيبه ان الست تتجوز، لا خالص ما فيهاش حاجه، ده موضوع، دي حقوق شرعها الله، وما دام ربنا شرعها خلاص، ايه المشكله في القصه دي؟ فهي دلوقتي لما تزوجت كانت صغيرة السن، فتزوجت رجل كبير السن، لعله طبعا يعني اتعبها في الفتره اللي هي عاشتها معاه، خلفت او ما خلفت، لكن بعد ذلك خلاص بدات تاخد سن بقى اللي كانت هتعيشه في الثلاثينات بدات تعيشه في الاربعينات، هي اتقلبت الايه، فخلاص تتجوز وما فيهاش اي حاجه خالص، يعني تبحث عن زواج وتتزوج ولا حرج في هذا على الاطلاق. اما هذا الفعل الذي تفعله فقد نهى الله عنه ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا امر يزيد المساله يعني اشتعالا، مش بيعمل هدوء للانسان، لا ده بيزيده اشتعالا. فالافضل ان هي تعمل ثلاث حاجات مهمين: غض البصري وكثره الذكر وقيام الليل. تعمل الثلاث حاجات دولك ان شاء الله ربنا هيزيح عنك هذه الافكار وهذه الامور ان شاء الله باذن الله. طيب معانا سحر. يا سحر. الو، اهلا بيكي، اتفضلي. اهلا بيكي يا دعاء، واهلا بفضيله الشيخ. كنت عايزه اسال الشيخ، انا جوزي عنده مصنع كبير، وهو بيدي يعني بيدي اللي شغال عنده مرتبه عادي، بس عشان عارف ان هو مثلا ممكن يعمل حاجه غلط، ياخد حاجه من وراه او كده، فبيديله، وعارف انه ممكن لو اخ اعطل له الفلوس دي يروح يجيب بيها حاجه مش كويسه. هل ده حلال ولا حرام؟ حلال انه يديله فلوس زياده علشان ما يمدش ايده، ولا انه بيديله فلوس بيروح يجيب بيها مخدرات مثلا او خمره او حاجه؟ يعني هو ممكن يبقى عارف ان هو ممكن بيروح يجيب بيها حاجه تانية، بس هو عشان ما يمدش ايده. بس هو عارف ان هو بياخدها وبيجيب بيها حاجه تانية. طيب ماشي، هنسال السؤال ده. مش فاهم ايه السؤال. زوجها عنده مصنع وفي حد بيشتغل معاه في المصنع ده، بياخد مرتب بس ممكن يمد ايده على الفلوس، فالراجل بيجزيله العطاء عشان ما يمدش ايده. غالبا احيانا بيبقوا ناس شاطرين في الشغل او هو مش قادر يستغنى عنه او حاجه، فهو بيديله فلوس ازيد من مرتبه علشان ما يمدش ايده، عشان يغنيه وما يمدش ايده، فهو بياخد الفلوس دي يروح يشتري بيها مخدرات ويشتري بيها حاجات. فهي بتقول لك يديله، يفضل يديله، ولا حرام يديله لانه بياخد بالفلوس دي ويجيب بيها حاجات وحشه، ولا ايه؟ لا، هو لو كان بيديله بنيه ان هو يحجب عنه مساله السرقه، يبقى كده، ودي اثمرت ان هو فعلا ما بقاش بيسرق، يبقى ده خلاص ملناش علاقه بقى هو خد فلوس عمل بها ايه. اما اذا كان بيديله بقى هو هذا المال، لان السرقه احيانا تكون مرض واحيانا تكون حاجه. اذا كان هو مريض هيسرق كده كده، اديته زياده ما اديتوش وخلاص، وانت خايف من السرقه هيسرق، لا، يبقى وانت بتديله الفلوس دي فبتعينه فيها على الاثم والعدوان، فلا يجوز لك ان تعطيه اياها وتسيبه يشتغل، انت زوده مرتبه، لكن لو سرق ولا عمل حاجه عاقبه، مشيه، اعمل معاه اي حاجه، لان الكلام كده مش مستقيم. اني انا عارف ان واحد بيعمل حاجه غلط، بيشرب مخدرات او بيشرب خمور وهو شغال عندي، وانا بزوده الفلوس اصلا انا خايف لحسن هو يسرق من مالي، كلام مش مستقيم. انت لو لا تأتمنه على مالك فلا تشغله عندك، يعني يشتغل في مكان تاني. لكن انا بقول ان اذا كان هو مقصده كده بس، وان ده اثمر ان هو لما بيديه فلوس كتير اثمرت ان الراجل ده خلاص ما عادش بيسرق فعلا وما بيسرقش، يبقى في الحاله دي ملوش علاقه هو عمل بالفلوس ايه. انما اذا كان الاثنين مستويين، بيسرق سواء كده ولا كده، يبقى في الحاله لا ما يدلوش، يزود له مرتبه ويثبته عند حد معين. تمام. أميمة. يا أميمة. أيوه، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أنا حضرتك يعني زوجي مات وبعدين اتجوزت، جالي واحد يعني حياتي واتجوزته، وبعدين جه قعدت 4 أشهر متجوزاه، وبعدين جم ولاده اكتشفوا الجواز فجم خدوه مني. وسابني في وقت ان هو كان حقته ما يسيبنيش فيه. لسه كنا لسه شهرين، بعدين جم خدوه وبيطلعوا عليا كلام ما اتقالش. قلت له اثبت ان نقعد ونثبت الكلام ده. وبيني وبينك هو طلقك؟ لا، انا قلت له لا، انسى ان انا اتطلق خالص دلوقتي، لان انا في وضع ما ينفعش فيه ان انا اتطلق. يعني الجواز بسبب موضوع يعني
يعني حاجة حصلت كده فحكم عليا ان انا اتجوزه. فهو جاي في اللي احنا اشهرنا في الوقت الشهر اللي احنا اشهرنا فيه جاي يسيبني. فكل قال لا وقف له. فاولاده عاملين يعني انا مش عارفه السؤال ايه يا اميمه بس ايه المشكله مش سامع. جوزها مات واتجوزت بعد جوزها بعد وفاه جوزها 3 شهور واولاده اكتشفوا ان هو اتجوزها غالبا اتجوزها على سرا يعني مراته او سرا او بتاع وجم خدوه جم خدوا الراجل فهي ما اعرفش ولاده يعني خدوا ابوهم فهي مش عايزاه يطلقها ولا عايزاه لانه هو ما ينفعش بعد ما اعلنوا جوازهم الراجل يطلقها هيبقى يعني وضعها سيء. لا هو انا مش فاهم السؤال بس انا عايز اقول لحضرتك حاجه انا ما عرفتش السؤال ما خلاص ما يعني بس انا عايز اقول حاجه سؤال احنا لازم يعني انا في مساله الزواج لازم المساله تبقى في النور لازم المساله تبقى في النور في نقطتين الست اللي ترملت او طلقت وعندها اولاد وعايزه تتجوز اولادها منعينها مش من حقهم يضربوا دماغهم في الحيطه هي كده على طول وتاخد هي قرارها وتروح تتجوز لان ده شرع وشرعه الله لها حق ربنا اداهولها ما اقدرش اخده منها صحيح. يعني ما اقدرش امنعها من دي موقف الموقف الثاني لا تقبل المراه ان تتزوج من رجل متزوج من امراه اخرى دون علم الثانيه ما تقبلش ليه لان ده بيحصل كتير جدا بعد ما بتعرف الاولى خلص. بتبدا تعمل حرب عليه فيبدا يطلق دي يبقى انا خلاص اخذ يعني حظه منها بس كده فلا ما تعملش كده لا تظن المراه التي هي مطلقه او التي هي ارمله ان بها نقص او عيب هي في الاول وفي الاخر واحده ست برضو صحيح. يعني اتطلقت هي برضو واحده ست ما اتقلبتش بقتش راجل لما اتطلقت ولا اترملت هي برضو واحده ست فهي نفس الموضوع ولا فرق بينها كونها كامراه او كونها كبكر مفيش فرق ما بين دي او دي هو الاثنين واحد مساله واحده في الاخر يعني هي البكر ليله واحده وبعد كده صارت امراه برضو هي الموضوع واحد يعني عشان كده لازم الواحده تبقى حاطه في قرارة نفسها هذه العزه وهذه المكانه فتتجوز صح وتتجوز على الملأ وده الكلام ده بيكون افضل وبعدين بقى يبقى نفهم سؤالها بعدين نرد عليها احنا وصلنا لنهايه الحلقه بشكر حضرتك شكرا جزيلا فضيله الشيخ اشرف فيل احنا خلصنا فقرتنا لكن بعد الفاصل فقره طبيه مسجله واشوفكم على خير بكره ان شاء الله سلام عليكم اهلا بكم مشاهدينا مره تانية البشره الستات والبنات اكتر حاجه بيهتموا بيها لانه يعني احيانا لما احنا في بلد مشمسه ممكن يحصل يعني بقع ممكن يحصل تغير في لون البشره تحت الايشارب غير من بره الايشارب ممكن طبعا يكون فيه حبوب ممكن الحبوب تسيب اثر فالحقيقه يعني كتير من البنات بيحتاروا ازاي تحافظ على نضاره بشرتها وفي نفس الوقت اي مشاكل تقابلها من حبوب او من غمقان او من بقع تقدر تتخلص منها بسهولة. أنا بيشرفني يكون موجود معايا النهاردة دكتور خالد عبد العزيز عضو الجمعية الكندية لأمراض السمنة وماجستير النباتات الطبية بكلية الصيدلة أهلا يا دكتور أهلا بك يا دعاء وأهلا بكل المشاهدين النهاردة أنت هتكلمنا عن حاجة جديدة بقى عن البشرة صحيح وتقولي إزاي نهتم بالبشرة في ظل وجود حاجات كتيرة قوي ممكن تكون يعني بتتعبها احنا عايزين يعني كل واحدة النهاردة بتشاهدنا تكون بشرتها ست الحسن زي ما احنا دايما نقول يعني اللي البشرة تكون فعلا جميلة دايما لما بنيجي نبص على البشره في 3 حاجات اساسيه دي اللي دايما نبص عليها البشره فيها تجاعيد ولا لا هل لون البشره فيه بقع دكنه او في عدم توحد في لون البشره ولا لا الحاجه الثالثه اللي هي البشره النضره يبقى فيها نضاره دي اول ما احنا بنيجي نبص على اي حد بتلفت نظرنا على طول 3 حاجات دول علشان كده بقى في حاجتين مهمين جدا على مستوى العالم دلوقتي بقى يقولوا كل واحده او كل واحد بيشاهدنا اساسي ان لازم يستخدمهم لبشرته حاجه اسمها كوجيك اسيد الكوجيك اسيد ده اختراع ياباني اكتشفوه حديثا لما الواحد بيبتدي ان هو يستخدمه بيبتدي ان هو يديله 3 تاثيرات مع بعض في حاجه واحده بس اللي هي هيبتدي ان هو التجاعيد هياخرها واذا كانت ظهر تجاعيد بيبتدي ان هو يشتغل عليها عشان كمان يقلل من حدتها الحاجه كمان الثانيه موضوع تفتيح البشرة كتير عندنا هنا في مصر وفي دول الخليج بيعانوا جدا من موضوع ان البشرة تلاقيها بقت دكنة بس الجسم الداخلي هتلاقيه فاتح تمام فبرضه الكوجيك اسيد هيفتح البشرة الكوجيك اسيد ده الاسم التجاري ولا ده المادة ده دي المادة العلمية المادة الفعالة اللي على مستوى العالم كلها دلوقتي اي حد بيفكر ان هو يجيب مستحضر طبي
يبص على مادة الكوجيك أسيد. تمام. الحاجة التالتة كمان والأساسية ليها زي ما قلنا تفتيح البشرة، ده رقم واحد. الحاجة التانية موضوع التجاعيد. كتير جدا بقى هنا في المنطقة بتاعت الشرق الأوسط ومصر ومنطقة الخليج بتلاقي دايما في البشرة مش متوحدة، بشرة الوجه تلاقي في حتة خدت لون كده نتيجة نقص صبغة الميلاتونين، بتبتدي تاخد نوع داكن شوية وبقية البشرة تلاقيها لونها فاتح، ودي بتبقى مزعجة جدا جدا بالنسبة للسيدات خصوصا وكمان بالنسبة للرجالة. طيب احنا هنا في مصر بقى في موجود عندنا حاجتين مهمين جدا من المواد اللي احنا قلنا عليها الكوجيك أسيد وكمان مادة التيتانيوم، في غسول اسمه إيبا وفي كريم اسمه ميلا، والاثنين دول اتعمل عليهم ابحاث كتيره احنا جدا. احنا معانا صورهم. يا ريت. ده الغسول إيبا ده غسول للوش ده الغسول. عادي ولا مزيل للمكياج؟ لا مش مزيل للمكياج. ده غسول للبشره. لازم كلنا البشره بتاعتنا عامله زي ما بنقول كده الارض، لازم نبتدي ان احنا نغسلها ونسقيها ونعتني بيها، لان الجلد بتاعنا ده عباره عن خلايا حيه. تمام. فبنغسلها بالغسول اللي هو الإيبا وبعد كده بنبتدي نحط الكريم الميلا. الاثنين دول مرخصين لوزاره الصحه. دي برضو نقطه مهمه جدا، لان في واحد يقول لي انا ايش ضمني. لا، وزاره الصحه ما بتقبلش اي حاجه انها تاخد ترخيص وزاره الصحه الا لما يكون فعلا جايبه نتيجه ونتيجه فعاله علشان تقدر تقدمها وتاخد رقم ترخيص وزاره الصحه. تمام. دي برضو من الحاجات الاساسيه، والترخيص برضو انا حبيت اعرضه على الشاشه النهارده. طيب يعني دي تستعمل كمرطبات عادي ولا لعلاج حاجه معينه؟ الاثنين. سؤالك على فكره ده مميز جدا. ليه بقى؟ لان احنا البشره لما بتلاقي فيها تجاعيد ما بتظهرش بين يوم وليله، دي بتاخد شهور وسنين عشان تظهر. فلازم من واحنا سننا صغير نبتدي نعتني ببشرتنا، ما نجيش بعد المشكله ما تبقى موجوده قائمه وابتدي اقول انا عايز اعالجها. طيب فاحنا عندنا اتنين من الناس النهارده، بنت لسه صغيره عايزه تحافظ على بشرتها، بعد عمر طويل لما توصل سنها 40 و50 و60 سنه اللي يشوفها يقول لها الله ده انت بيبي فيس، ده انت وشك لسه صغير. تمام. فتقدر من النهارده تبتدي تستخدم الغسول والكريم الإيبا والميلا. طيب والجزء الثاني، لو حد خلاص بقى عنده فعلا المشكله، عنده تجاعيد، لو عنده البشره بتاعته مش متوحده فيها بعض الاماكن الداكنه او حد بشرته عايز يفتحها، تقدر النهارده تبدا معانا وتستخدم الإيبا والميلا. جميل. طيب يبقى دي يعني يمكن الكريمات اللي المفروض اي ست تستعملها ده اساسي النهارده، لازم يكون كل حد معاك. طيب تستعملها كم مره في اليوم؟ احنا طبعا الغسول بيبقى مره الصبح ومره بالليل. الكريم هنستخدمه لو احنا كمان ممكن نحطه زي كريم اساس قبل الميك اب كمان. تقدر الست انها تستخدمه، ونقدر نستخدمه مرتين في اليوم، مره الصبح ومره بالليل. طيب في حاله الوضوء بقى، يعني دايما احنا لما بنتوضى 5 مرات في اليوم تلاقي وشك نشف. هل نحطه كل بعد كل وضوء؟ الكريم لازم البشره بتاعتنا دايما تكون رطبه. يعني انا مش لازم ما وصلش البشره بتاعتي للجفاف، لانها لو وصلت للجفاف اعرف انها هتقابلك مشكله على طول في البشره. فلازم اخليها دايما رطبه. طيب انا بقى طبعا طول ما انا ماشيه الناس بتوقفني تسالني على الالياف، فما ينفعش تبقى معانا وما نتكلمش على الالياف. هقول لك اسئله الناس اللي بتسالها لي. ايه يا دعاء، يعني هو بيخسس؟ فكلمه بيخسس، هل هو بيخسس ولا بيشبع؟ طيب احنا الموضوع ده برضو ناس كده قوي بتسال عليه. موضوع بيخسس ولا بيشبع؟ هو بيعمل الاثنين. انا لما هبتدي ان انا اشبع واخد الفايبرز الالياف الطبيعيه، انا شبعت وفي نفس الوقت ما خدتش طاقه دخلتها جسمي. تمام. لان هو زيرو كالوريز، مفيش طاقه اصلا دخلت الجسم وشبعت، فبيبتدي الجسم يدور على مصدر تاني او سورس للطاقه، فهياخدها منين؟ بياخدها من الدهون اللي متخزنه جوه الجسم. فبالتالي انا عملت حاجتين بحاجه واحده، انا اخدت الالياف، اول حاجه شبعت. ودي المشكله الرئيسيه اللي بتقابل ناس كتير جدا عايزه تخس، يقول لك انا ما بقدرش، انا جعان. وطبيعي طالما جعان الناس ما عندهاش قوه تحمل انها تصبر، فلازم هتاكل. لا، خد الالياف، انت شبعت وفي نفس الوقت خسيت. جميل. طيب انت جايب معاك انواع الياف، هتوريها لنا يعني ازاي بنستعملها؟ طيب هو النهارده برضو انا حبيت ان يبقى معانا الفايبرز علشان نبين للناس ازاي ممكن النهارده لما بناخد كيس الالياف الطبيعيه هنحضره ازاي وطعمه هيبقى عامل ايه،
وشكله كمان هيبقى ايه وتاثيره جوه الجسم هيبقى ايه. فاحنا بنجيب نص كوبايه ميه عاديه جدا مش سخنه، ميه فاتره، وبنجيب معانا كيس بتاع الفايبرز، وهنفتح الكيس. مهم جدا ان احنا نعرف ان الكيس اللي انا بفتحه ده فيه نوعين من الالياف مش نوع واحد. يعني جوه نفس الكيس، نفس الكيس ده هيبقى فيه نوعين، نوع بيدوب في الميه ونوع تاني ما بيدوبش في الميه. ايوه يعني جوه ده ايه؟ ده اللي بيدوب ولا ما بيدوبش؟ الاثنين موجودين في نفس مع الكيس مع بعض. الاثنين مع بعض ميكس. اوكي. طب وهقول لك ليه برضو ليه الميكس ده اتعمل. تصدق انا كل مره بتقول كده بفتكرهم كيسين، واحد بيدوب لوحده وواحد ما بيدوبش. لا هو نفس الكيس، هو واحد وجواه الاثنين. اوكي. لو كان بيدوب كله، يعني لو كان في الكيس ده نوع واحد بس اللي هو بيدوب بالظبط، هيبقى زي السكر اللي بنحطه في الميه ويدوب. وتبقى الميه يعني تشربها عادي، ونبقى الميه بنشربها عادي. احنا حطينا كده الفايبرز الالياف الميه، ونبتدي ان احنا نقلب بالشكل ده، تبقى حوالي دقيقتين. تقعد تقلب دقيقتين؟ تقلب حوالي من دقيقه لدقيقتين. يعني انت تقعد دقيقتين تقلب كده تخس لوحدك. عملت مجهود. ايوه. يعني لو الكاميرا جايبه الفايبرز ابتدت تبقى لزجه، المعلقه برضو بقت في الحركه الدائريه بتاعتها، يبقى فيها صعوبه شويه. وبرضو ده بياكد ان الكيس فيه النوعين، في اللي بيدوب واللي ما بيدوبش. هنلاقي في جزء داب مع الميه والجزء الثاني ما دابش، ابتدى يعمل لي شكل اللي هو الجل، ابتدى يبقى فيه. يعني حتى دلوقتي بقلب اهو بصعوبه شويه. شبه الرده ولا شبه ايه؟ شبه، عايزه حاجه شبيهه يعني. هو تبقى اقرب حاجه ليها تبقى مثلا زي السريلاك. السريلاك؟ يعني لو عايزه حاجه تبقى شبيهه او شبه يعني في الشكل. هو ابتدى اهو ابتدى ياخد شكل الجل. يعني حتى شوفي بيه. طيب وهم حبه الميه الصغيرين دول؟ نص كوبايه ميه زي ما احنا عملنا كده بالظبط. موضوع سهل بسيط جدا، مش صعب. اي حد ممكن ياخد الكيس معاه، حتى لو رايح شغله وعايز ياخد مثلا وجبه الغداء بتاعته، هيطلع كيس نص كوبايه ميه يبتدي يحضره. تمام. برضو ممكن ان احنا ندوق الطعم. الطعم على فكره بيبقى مختلف من شخص لشخص، يعني شخص يقول لك طعمه حلو قوي، وشخص تاني يقول لك لا انا محتاج ان انا اضيف عليه حاجه. لازم نكون عارفين ان الالياف معموله من فاكهه وخضار. فطعمها حلو. بس مش مسكر، مش من درجه السكريات اللي هي في ناس تقول لك انا بحب كوبايه شاي تبقى عليها 10 معالق سكر. لا. هو هتلاقيه مسكر، يعني هتلاقي طعمه كويس. ممكن اضيف عليه حاجات كمان. ممكن اضيف عليه، ممكن عايز احط عليه لو الناس اللي هي بتحب القرفه اضيف عليه قرفه. الناس اللي انت تزود من عندك شويه قرفه. ازود من عندي. عايز احط مثلا شويه ميه ورد. تدي له نكهه. ممكن يتحط على عصير. ممكن نحطه على عصير. بس يكون عصير بيور، ما يكونش عليه اي الوان صناعيه. عندنا عصير زي التفاح نقدر نحطه عليه برضه هيدي له طعم كويس. تمام. ممكن احط فيه الشوكولاته الخام، ممكن اخد نص معلقه باودر بتاع شوكليت وابتدي اضيف عليه برضه هيدي له نكهه حلوه قوي. طب ده انتم ده يتدلع عادي يعني. تحط عليه شوكليت وكاكاو وحركات. بالظبط. طيب في اسئله جايه لنا. سؤال من مراد بيقول انه بيعاني من الكانسر وبياخد كيماوي، فلو خد الالياف هل ممكن تاثر على جلسات العلاج او تضايقه او كده؟ طيب ربنا يشفيك، ده اهم شيء طبعا. انت هتاخد الالياف عشان تنزل في وزنك. الالياف اورجانيك، مش عليها اي مواد كيماويه نهائيا. ما فيهاش ذره كيماويات. كلها اورجانيك طبيعيه 100%. السورس بتاعها او المصدر بتاعها نبات وفاكهه، معمول بطريقه النانو فايبرز، مش كده احنا بنشوفه في الكيس باودر، وبنقدر ان انت تاخده بامان تام. وزنك بينزل وفي نفس الوقت بيحافظ لك على باقي خلايا جسمك. يعني ايه رايك دعاء في فيديو احنا حتى مجهزينه؟ تمام، خلينا نشوفه. بالظبط. طريقه الالياف تنزل ازاي، خلينا نشوف الفيديو ونرجع نكمل. For good health, your body needs fiber, which you can get by eating a variety of foods like these. Fiber is generally classified into two types, insoluble and soluble. Within each of these types of fiber, you'll find specific fibers that have different health benefits. Today, we're going to focus on soluble fiber. Soluble fiber is a type of fiber that can help you lower your blood cholesterol level.
You can find soluble fiber in many fruits, vegetables, and grains. Among foods that are a source of soluble fiber, whole grain oats contain a particular form known as beta-glucan. Scientists are still unraveling the details, but here's how we think beta-glucan works to help lower cholesterol. Once whole grain oats are digested, the soluble fiber known as beta-glucan works its way through your digestive system, along with cholesterol and nutrients from other foods that you eat. Beta-glucan from whole grain oats mixes with water to form a gel. This gel works in two ways. It helps naturally remove some cholesterol from the body and also helps block cholesterol absorption. These are only two of the many ways that soluble fiber is thought to help lower cholesterol. هو شارح طريقة إنه الألياف بتعدي إزاي في المعدة وكده. ليك تعليق؟ هو بيدي ميزة مهمة جدا. بيوضح برضو إن الألياف نوعين زي ما إحنا قلنا، والنوعين موجودين جوه الكيس الواحد. بتدوب في المية وما بتدوبش في المية. فمن تأثير كمان يعني دي ميزة إضافية. لو شخص عنده كوليسترول أو ممكن إن هو الهيستوري بتاعت عيلته إن هو يجيله كوليسترول. فالألياف الطبيعية بتنزل الكوليسترول الزايد اللي موجود في الدم. تمام. بتكلبش فيه وتتحد معاه وتخرجه بره الجسم. فلو شخص بيخس أنت هتخس مع الألياف، دي رقم واحد، وده التأثير اللي بنقول عليه الإفكتيفنس، تأثير وتخسيس. الحاجة التانية الإضافات بقى اللي معاه كمان اللي أنت هتستفيدها، كوليسترول هيقل. كمان لو عنده البلاد جلوكوز شوجر عنده كتير، فنسبة السكريات في الدم كتيرة هتبتدي انها تنزل. لو عندك امساك هيعلق لك الامساك. لو دايما بتشكي من القولون هتلاقي في راحة للقولون عندك. جميل. فكلها بتبقى مميزات للألياف الطبيعية. طيب في بنوتة بعتلنا انه فرحها كمان 3 شهور سهر، تقول وزنها 97 كيلو، فرحها بعد 3 شهور، فهل الألياف ممكن تنزلها 20 كيلو في الثلاث شهور دول قبل الفرح؟ وبتسأل هل لو فضلت على الوزن ده ممكن يعني يأثر على الحمل أو كده؟ طيب أول حاجة ألف مبروك بمناسبة الفرح. 20 كيلو في ثلاث شهور ده معدل كويس مع الألياف. احنا دايما بنقول متوسط من 6 كيلو، ممكن يوصل ل 10 كيلو كمان في الشهر الواحد. فانت الستاندرد العالمي اللي هو 6 كيلو في الشهر، يعني في الثلاث شهور هتنزل 20 كيلو ان شاء الله. تاخدي الالياف هتنزل 20 كيلو، بس هتستفيدي حاجه مهمه قوي، ودي يعني انا متخيل ان شاء الله بعد ثلاث شهور لما تنزل 20 كيلو هتتصل علينا في البرنامج وتشكرينا ان وشك ما خسش. يعني انت هتبقي في الفرح ان شاء الله وشك وش القمر منور، ودي من احد مميزات الالياف الطبيعيه. جسم بينزل لكن الوش بيفضل محافظ على رونقه ونضارته. جميل. طيب معايا ايمان. الو، اهلا يا ايمان، ازيك؟ اهلا يا استاذه دعاء، انا مبسوطه جدا اني بكلمك والله. الله يخليك يا حبيبتي. قولي لي انت خدتي الالياف؟ اخدتها. بقالك قد ايه بتاخديها وكان وزنك كام؟ انا دلوقتي بقالي 12 يوم وكان وزني 71 او 72 كيلو بالظبط. ونزلت النهارده وزنت نفسي، لقيت نفسي 78 بهدوم الشتوي بكل حاجه. 68 قصدك؟ 68 قصدي. اوكي. 68. طيب يعني نزلتي 4 كيلو في 12 يوم. نزلت 4 كيلو بالهدوم بكله، يعني انا ممكن من غير الهدوم اكون 67. طيب جميل. قولي لي بقى كنت بتاخدي الالياف قد يعني مرتين في اليوم برضو زي ما مكتوب، ولا بتاخديها ازاي؟ مرتين، مرة قبل الغداء ومرة قبل العشاء. هو طيب. مكتوب كده بالظبط، وكان في نظام أكل كمان معاها. بس كمية الأكل بقى كانت كبيرة بصراحة، أنا ما كنتش بقدر أكل ده كله والله. أنا كنت باكل ربع الكمية اللي هي مكتوبة بالظبط ويمكن مش بقدر أكملها. طيب وحاسة بصداع، تعبانة، بتجوعي؟ لا بالعكس خالص، أنا ثانوية عامة. طب كويس. وقبل ما اخدها ما كنت بذاكر، بس ما مش بالكميه دي، بس دلوقتي لان فكره الاكل مش في دماغي اصلا فبقيت بذاكر اكتر. طب جميل، يعني ربنا يوفقك. انت علمي ولا ادبي؟ انا علمي. طب ربنا يوفقك. عايزه ايه، تطلعي صيدليه ولا دكتوره ولا ايه؟ الصيدليه ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله تكلمينا بقى وانت خاسه اكتر، يعني ان شاء الله نوصل. عايزه تبقي كام اصلا؟ انا نفسي بس اوصل ل 65 نفسي. طب انا كنت بعاني من حمى روماتيزميه قريب، يعني جاتني قريب وكان في مشاكل في القلب وكده، فالدكتور قال لي يعني انت لازم تخسي.
طب خلاص قربنا خالص، فاضل 3 كيلو. بقي 3 كيلو ان شاء الله. والشكل واضح يعني، بقي واضح واضح جدا ان انت خسيتي. طيب جميل. اللبس وسع وطول وكل حاجه فعلا اتغيرت يعني. يعني هو 4 كيلو في تهيالي في الاحجام الصغيره، ما هو 72 برضو ما يعتبرش جسم كبير يعني تخين قوي، بيبانوا يعني ال 4 كيلو مع ال 72 طبعًا. بيبان طبعا. لا يا استاذه دعاء، انا كنت قبل كده انا كنت 79 كيلو وانا عملت دايت مع نفسي. طب كويس، انت عندك اراده اهو. وصلت ل 72 بس في وقت طويل جدا في 4 شهور. ده غير ان انا كان الحرق عندي ضعيف جدا، واي حد بيفكر ان هو يخس بيكون اكيد اتعرض لموقف محرج او. طب ده كويس قوي، يعني انت 4 شهور خسيتي 5 كيلو وفي 12 يوم خسيتي 4 كيلو، ده معدل كويس قوي. شكرا ليك يا ايمان، وان شاء الله تخسي اكتر وتوصلي للوزن اللي انت عاوزاه. اخد اسماء. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. اهلا يا اسماء، ازيك؟ ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ قولي لي خدتي الالياف؟ الله يخليك يا رب، ميرسي يا اسماء. قولي لي انت كان وزنك كام؟ انا كان وزني 80. طيب واخداها بقالك قد ايه؟ انا واخداها بقالي شهر. طيب خسيتي يا ترى ولا؟ خسيت والله. خسيتي قد ايه؟ 6 كيلو. ده انت ماشيه على الظبط. يعني هم قالوا لك هتخسي 6 خسيتي 10 يوم، نزلت 3 كيلو رجعت وزنتي تاني اخر ما خلصت 6 كيلو. طب ده حلو قوي. شبعك فعلا؟ لا لا والله ما فيش اي حاجه من دي، انا صراحه كنت باكل كتير ومش عايزه يعني جعانه على طول من ساعه ما اخدته، انا ما بقتش حتى العشاء ما بتعشاش. طب كويس. طيب والله يعني باخده استاذه باخده ما بالليل ما باكلش خالص، يعني بنام اخد ساعات اكتسيبه، انا اول ما اخدته كان باكل اخره دول بقيت اسيبهم مش عايزه اخد ولا جعانه. طب حلو، انت يعني انت كده بقيتي 74 كيلو صح؟ عايزه تبقي كام؟ انا عايزه انزل كمان مثلا 70 ولا حاجه ولا ان شاء الله. سهله بقى طالما نزلنا 6 كيلو في شهر، كملي شهر كمان ولا حاجه كده وان شاء الله توصلي للوزن المناسب. شكرا لك يا اسماء. تعليقك ايه دكتور اخيرا على يعني المكالمات؟ خلينا نبدا على مكالمه ايمان. سن صغير اطفال، فالالياف الطبيعيه مناسبه جدا للاعمار الصغيره للاطفال، لان ما فيهاش اي نوع من انواع الكيماويات نهائيا. تمام. كمان لو في امراض مصاحبه زي امراض القلب بيبقى الاختيار الامثل والوحيد بالنسبه للاطباء ان هو يوصف للمريض اللي عايز ينزل وزنه هو الالياف الطبيعيه. لان اولا ملوش اي تاثير مع الادويه اللي هو بياخدها نهائيا. منتج طبيعي 100%. الحاجه كمان والاهم اللي هو النتيجه. انا باخد نتيجه والنتيجه ملحوظه، وده بتفتح نفسي ان انا اكمل. صحيح، بتفتح نفسي ان انا استمر في انقاص وزن. جميل، انا بشكر حضرتك دكتور خالد عبد العزيز ماجستير النباتات الطبيه لوجودك معايا. بشكركم مشاهدينا على حسن المتابعه، ونشوفكم على خير في الحلقه الجايه ان شاء الله. سلام عليكم. هذا البرنامج برعايه والالياف الطبيعيه. والالياف الطبيعيه لان اولا ملوش اي تاثير مع الادويه اللي هو بياخدها نهائيا. منتج طبيعي 100%. الحاجه كمان والاهم اللي هو النتيجه. انا باخد نتيجه والنتيجه ملحوظه، وده بتفتح نفسي ان انا اكمل. صحيح، بتفتح نفسي ان انا استمر في انقاص وزن. جميل، انا بشكر حضرتك دكتور خالد عبد العزيز ماجستير النباتات الطبيه لوجودك معايا. بشكركم مشاهدينا على حسن المتابعه، ونشوفكم على خير في الحلقه الجايه ان شاء الله. سلام عليكم.